السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله درت المخبز وقلت ان نوريه لكم. هذا مخبز جوز الهند، يعني نواة كوكو، وساهل ماهل بالخف ديرو. هنا راه عندي 2 كيلة تاع نواة كوكو مع 1/2 كيلة سكر. شوفوا راني طحنتهم في الروبو حتى ولا لي رقيق. وهذا هو نواة كوكو اللي استعملته، وكان عندي واحدة اخر من قبل ثاني زدتها معاه. الا درتو 3 كيلات ديروا 1 كيلة سكر. انا درت غير 2 كيلات تاع نواه كوكو بهذه الغرفيه، هذه هي انا اللي نعبر بها دائما. وعندي هنا غادي نخلط، عندي ليكستري تاع التشينا، وعندي ليكستري تاع الليمون، وعندي حباليم، وهذا هو تاع الكاب كيك. هادو الصغار هما اللي غادي ندير فيهم. وعندي هادو تاع السيليكون ثاني، هادو تاع السيليكون ما يخرجوليش الورده نيشان، بصح غادي نسيي ونشوف. وعندي البيض، البيض على حسب ما تتلم هاد العجينه تاع نواه كوكو. نرابو هذاك الليم، نرابو الزاز تاعه جلوف. ها هي راني رابيت. وهنا نسيت ما قلتكمش، كاين انا درت نص مغرف فارينه. نخلطهم مع بعض. وعندي هنا الليم، نعصر نص حبات عليم باش هذيك البنه تاع البيض ما تقعدلناش، خاطرش هاد العجينه النواه كوكو غادي نلموها بالبيض عليها. ماذا بينا نكثروا الليم، ما من الليم يجي شباب. ونزيدوا ليكستري تاع الليم. نزيدو ثاني كليكستري تاع البرتقال. انا درت كميه مليحه يعني تاع ليكستري تاع البرتقال باش تجي شابه، وهذا الكاطو تجي هبال، تجي شابه بزاف وسهله ومنعشه، وسيرتو مع الحمان ومع الصيف. وداخل الحمام نخلطهم مع بعض، هذه المكونات نخلطهم كاع غايه. والريحه راهي ما شاء الله تاع نواه كوكو مع هذا الكسخي اللي درته. ها هما بعد ما خلطهم دروك نبدا نزيد في البيض. نديرو البيضة كاملة، يعني منديرو الصفار ولا بايض، نديرو كاع البيض. هيا دز 2 حبات بيض ونخلط ونشوف حتى تتلملي العجينة، تتولي متماسكة باش نحبسو. نخلطو مليح وما نستعجلوش يعني في البيض، ما نزيدوش، ما نديروهمش كاع ضربه واحده، نديرو غير 2 حبات ونشوفو لايموهم مليح هكا باش ما نكثروش البيض. انا غادي نزيد. ها هي الثالثه، هذه الحبه الثالثه. فانا درت غير 3 حبات، 3 حبات كفاوني، وعجنتها مليح يعني عجنوها باش هذاك السكر يذوب مع نواه كوكو. ودروك نروح نشكلها، نجيب شويه ونحطها في هذا هادو تاع الكب كيك هادو الصغار. ولا عندكم يعني تاع السيليكون تاع القلوب ولا اي شكل ديروا فيه. نحطها كاع بهذه الطريقه ونضغط عليهم. ولازم الفرن كي تدخلوه الفرن، انا الفرن تاعي راه يسخن، لازم يكون سخون
ولازم كي تدخلوهم ينشفوا برك، يعني ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة، ما تخلوهمش حتى من تخلوهمش يطيبوا بزاف، هما غير ينشفوا حتى عندنا غير نواة كوكو مع البيض. هذه هي كيما هكا. وانا هذه الوصفه كنت راني عاقله نديرها مع طاجين البرقوق، ندير بنفس الطريقه ونكورهم ونديرهم مع طاجين البرقوق، هاني يجوا ما شاء الله. وهذا العام راهم يديروهم كاطو كيما هكا مخبص تاع نواة كوكو. وغادي نشكل ثاني في هذا السيليكون وغادي ندخلهم كيما قلت لكم 10 دقائق 15 دقيقه. صاي انا الكاطو تاعي راهي طابت، والشيكولا البيضاء نطلوها بالشيكولا البيضاء، ها هي راني درتها فوق حمام مائي كيما وريت لكم قبل، هذيك الشيكولا السوداء، وراني خليتها حتى من ذابت، زدت لها شويه ماء. انا هذه الشيكولا البيضاء اول مره استعملها، ضاري نستعمل غير هذيك السوداء، زدت لها شويه ماء ما يعني يغلي، وخلطتها وزدت لها شويه زيت. شوفوا كيفاش طابت، انا خليتها شويه حمارت، ما تخلوهاش تحمار، انا يا خفلت عليها صح ما عليش. وما من هذاك السني تاع الكاب كيك لصق لي شويه الحبات، يعني غبنوني شويه باش حاولوا نتوما باش تختاروا السني اللي ما يلصق لكمش. نديروا كيما هكا بهذه الطريقه، نطلو الحبات ونحطوهم في بابي كويسون، نقطرو مليح. وانا هاد الشيكولا راني نشوف فيها خفيفه بزاف، خففتها قلت لكم مانيش موالفه نستعملها، جامي استعملت هذا البيضه، نستعمل غير السوداء، ثم ما تخففوهاش. ونكمل كاع الحبات، هاهما انا هنا راني نطلي فيهم. جبت هذاك الشباك هذاك تاع باش نقطر فيه يبقى احسن. نكمل العمليه كما راكم تشوفوا الشيكولا، ها هي راهي خفيفه وراهي مبينت لي هاي مبينت لي الحبات على الكاطو كما هادوك، ها راهم اللي راني دارتهم، نعم الحبات اللي تحمروا لي هاي مبينه فيهم هذيك الحموريه، خاص الشيكولا راهي خفيفه. الكاطو تاعي ها هي راني كملتها وخليتها نشفت، وعاودت يعني عاودت ذوبت شيكولا واحده اخرى نفس الشيكولا، عاود ذوبتها وما خففتهاش، خليتها شويه ثقيله، وعاودت لها طليه واحده اخرى، يعني درت الطليه الثانيه بالشيكولا باش هكا ما تبين ليش الحبه من الداخل كي دايره. نتوما بغيتو ديروا هذه العمليه ديروها، ما بغيتوش ديروها خليها كما هي. وهنا جبت كيس بلاستيكي كما راكم تشوفوا، درت فيه الشيكولا البيضاء وتقبته من تحتها بالسكين. وهاد الحبيبات هادو بيلز هادو ينباعو هنايا، دوك البيضين اللي وريتهم لكم انا لونتهم، درت لهم ملون خليتهم نشفوا خاطر ما كانش عندي الوقت باش نعاود نخرج ونشري. ونديرو فوق هذيك الخطوط تاع الشيكولا اللي درناهم قبل ما ينشفوا، كما هكا لصقوهم، خاطر هاد الشيكولا بالخف تنشف، خاصة إذا ما خففتيهاش خليتيها ثقيلة تنشف لك بالخف. هاد الشيكولا نيسلي هاديك الباكية الصفراء تنباع في المحلات، يعني شيبس. ونكملو قاع الحبات بهاد الطريقة، حاولوا لصقوا الحبات مليح، هاد الشيكولا اصلا راهي ناشفه عليها، راهم يطيحوا لي هذوك الحبيبات، لازم تلصقوهم فوق هذيك الخطوط تاع الشيكولا. هاد الكاطو تجي همه وتجي شابه في الحطه في الماكله في كل شيء. هذه هي الطريقه وسهله كما شفتوا. المهم انا راني نكمل كاع الحبيب الحبات اللي بقاو لي ونوريهم لكم في النتيجه النهائيه. الكاطو تاعنا ها هو النتيجة تاعه النهائية، صايرة نشفت لي هاديك الشيكولا، الشيكولا بالخف تنشف،
شوفوا كيفاش يجي. كيما قلت لكم السني راه للصقلي، كاين حبات غبنوني انكم تشوفوا في الشكل، ولكن نتوما كي ديرهم في تاع السيليكون يجوا مسكنين، يجوا علامه وشابين. مام هاكا شوفوا كرام شابين. حاولوا باش تمسحوا الحبه من تحت الشيكولا، وانا راني غادي نقسم لكم هذه الحبه وغادي تشوفوها كيفاش جات من الداخل. تجي ما شاء الله. وهذاك تاع السيليكون كما قلت لكم ما راش خرج لي الحبات وردات، ما خرجهمش وردات، خرجهم لي يعني مدورين كانهم مدورين عادي. ها راهم دوك الصغار اللي كنت تشوفوا فيهم. وشوفوا الحبه كيفاش جات بالخف السكين، دخل تجي طريه بزاف وتدوب في الفم، والريحه ما نحكي لكمش والله العظيم يا البنه اللي تجي شابه بزاف. جربوها وسهله، ماكمش غادي تقبضكم في الوقت وفي الليل. شوفوا كي تجي معسله، تجي ما شاء الله. المهم اللي عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم ديروا لي جيم وتشتركوا في قناتي، ونرحب بالزوار الجدد اللي جاوني وما حتى اصدقائي الا للقدم. نرحب كاع بكم، وان شاء الله يا ربي دعموني ودعموا قناتي. وكل عام وانتم بخير، ودمتم في رعايه الله وحفظه.